السلام عليكم حبيبتي، وش راكم وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في افضل الاحوال يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البنات اليوم عندنا درس طريقه تفصيل قندوره قطيفه. هذه القطيفه تاع لي فلوغ فيها لي بيرل كما راكم تشوفوا. راح نديروها موديل سامبل تاع دار تاع وقفه، يعني تاع لمه خفيفه تاع عرضه خفيفه. المهم حبوباتي، اول حاجه راح نبداو نديروها نقصوا لا ليزياغ. هنا راني درت القماش تاعي على اثنان كما راكم تشوفوا، على اثنان راح نقص هذا لا ليزياغ كامل، ومن بعد نبدا طريقه التفصيل معاكم. هنا يا حبوباتي راني نحيت لا ليزياغ وطبقت القماش تاعي على أربعة. هذه هي الجهة المفتوحة، هذه هي الجهة المثنية. أول حاجة راح نديرها البنات نجيب لامتر. البنات أنا راح نحط لامتر، نحطها في الجهة هذه المفتوحة، نحط هكا البنات ونحسب 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر هكا، ونعين نقطة البنات في 20 سنتيمتر. ومن بعد نحكم لامتر تاعي هنا، نحسب للأسفل، نكيل للأسفل، نكيل 20 سنتيمتر، يعني هذه القندورة مولاتها ضعيفة، ونعين هذه النقطة الأولى. ومن بعد من النقطة الأولى البنات نزيد نعين نحسب 20 سنتيمتر أخرى للأسفل، ونعين النقطة تاعي الثانية، هذه النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية. نزيد نحسب 20 سنتيمتر البنات من النقطة هذه، نزيد نحسب 20 سنتيمتر، ونعين النقطة الثالثة، قلنا 20 سنتيمتر بهذا الاتجاه يعني من الجهة المفتوحة، ونهبط ب20 سنتيمتر، ونبقى نعاود نهبط ب20 سنتيمتر المرة الثانية، ونزيد نهبط ب20 سنتيمتر، يعني 20 سنتيمتر لهنا، نهبط ب20 سنتيمتر ندير نقطة، نهبط ب20 سنتيمتر ندير نقطة، 20 سنتيمتر ندير نقطة. درك البنات هنايا هذه النقطة الأولى تاع 20 سنتيمتر، يعني هنا وين راح تجي الرقبة والكتف، هنا ما نقيسهاش، نهبط ل20 سنتيمتر هذه. عندي محيط الصدر تاعها 95 سنتيمتر، 95 سنتيمتر. نطوي المترة تاعي على أربعة ونحطها مع هذه النقطة، ونعين القيس تاعها 95 سنتيمتر، جاتني لهنا، نعمل هاك خط، نزيد نهبط للنقطة الثانية اللي راح ندير فيها مخيط الحصر الخصر عفوا، يعني تحت الصدر، تحت الصدر البنات راح ندير لها 80 سنتيمتر. هنا على حساب القياس تاع الزبونة تاعك، كي تحبي تستعملي المترة، يعني ماهيش بالقيس وماهيش بالقيس تاعها، يعني ماهيش راح تجيبك القيس تاع القندورة، يعني كي تجيك الزبونة تاعك وتهزي لها القياسات. هنا 80 سنتيمتر نعين نقطة، ونعمل هكذا خط، نزيد نهبط 20 سنتيمتر تاعي الأخيرة البنات، ونحط فيها القياس تاع محيط البطن. محيط البطن انا راح نعمل 110 البنات، على خاطر كيما قلت لكم هذه مولات القندوره ماهيش سمينه، راهي ضعيفه. محيط الخصر تاعها ندير لها 110 هنا في النقطه هذه، نحط المتر تاعي 110، ونعمل خط، فوالا نعمل خط. هذا محيط البطن، محيط الخصر، ومحيط الصدر. هنا يا البنات هذه 20 سنتيمتر تاعي اللي كيلتها الاولى، هنا الاولى في الكتف، راح نهبط البنات نعمل خط عمودي على هذا الخط الافقي تاعي، هكذا خط عمودي، نتمنى تكون يعني الرسمه واضحه، خط عمودي على الخط الافقي تاعي. هذا الخط العمودي البنات القياس تاعها لحق لي لهنا، كي كيلت 95 سنتيمتر لحقت لهنا، والخط العمود تاعي العمودي عفوا تاعي راهو لحق لهنا. البنات من هذه النقطه تاعها تاع القياس نعمل تقويته صغيره لهنا، يعني ما تفوتش 3 سنتيمتر، 3 حتى 4 سنتيمتر التقويته هذه، ومن بعد نطلع مباشره مع الخط تاعي. فوالا
ومن بعد البنات نهبطوا لهنايا. هذه طريقه يعني مبسطه. من بعد نرجعوا للنقطه هذه تاع محيط الصدر ونهبطوا بخط مائل مباشره لهنا للقيس تاع محيط الخصر، يعني من محيط الصدر نهبطوا هكا بخط للمحيط الخصر. من محيط الخصر البنات عفوا، من محيط الخصر نهبطوا بخط مائل هكا البنات بالطريقه هذه من محيط الخصر حتى المحيط البطن. فوالا هكا هنايا تحصلنا على هذا الشكل البنات. هذه تقويره تاع الطابق، هذا قياس الصدر، وهبطنا القياس الخصر، وهبطنا القياس البطن. درك البنات واش راح نديرو انا؟ يعني طريقتي الخاصه في الخدمه كي نهز القياسات تاع الزبونه بالطريقه هذه البنات، نزيد هنا 2 سنتيمتر، يعني هذا الباترون اللي رسمته نزيد عليه 2 سنتيمتر حق الخياطه، يعني ما نديرهاش قد القيس قد قد، راني نخلي دائما الزياده تاع الخياطه، فهمتوني؟ نخلي ديما الزياده تاع الخياطه. ومن بعد البنات الطول الكلي تاع القندوره تاعنا انا راح نديرو 145 سنتيم. هذا راهو القياس تاع الطول الكلي تاع القندوره. يعني نحيت لها هذيك الزياده، خليت غير 145 سنتيم تاع الطول تاعها. الطول تاعها يعني 140، زدت لها 5 سنتيمتر تاع الخياطه، يعني من الاكتاف والكفه من تحت لازم تنقص شويه. نتمنى يكون واضح يعني هذا الشكل. ها هو الرسم تاعي لهنا. من بعد نحط البنات اللوحه تاعي، نجيب اللوحه اللي نكيل بيها. فوالا هنا قصت الطول، نجيب اللوحه اللي نكيل بيها البنات ونحطها من النقطه هذه تاع البطن ونميلها مباشره للاخر الاخر، يعني للقندوره من المحيط تاع من المحيط تاع البطن اللوحه تاعي نحطها للاخر، يعني بطريقه مائله هك للاخر تاع القندور لهنا، ونرسم خط هكذا ومن بعد نقص. ونجي نقص البنات هنايا هذا الشكل اللي رسمته، هذا الباترون تاعي نقص بالطريقه هذه. تبعوا معايا الطريقه البنات. نحيو هذه الزيادة هنايا، نحيت الزيادة تاعي البنات، تحصلنا على هذا الشكل البنات. هنايا نعد البرك باسكو هنايا شوية القطيفة ماهيش قد قد من الفوق، نحي برك من مليمترات زايدين، راني نحيد غير الزياده هنا. هنايا كاينه حاجه البنات، هنا كاينه حاجه اللي هي البنات كان عندي هنا 20 سنتيمتر وهبط ب 20 سنتيمتر لانها ضعيفه، سينو نهبط ب 21. هنا البنات برك لازمني هنا ديما في البلاصه هذه نهبط ب 1.5 سنتيم البنات، هنا في الزاويه هذه نهبط ب 1.5 سنتيم، عفوا نهبط بواحد ونص سنتيم هنايا. نقرب لكم الصوره، 1.5 سنتيم ونعين نقطه، ومن النقطه هذه
نروح بخط مائي وندخل مباشرة لهنا، يعني 1 سنتيمتر وندخل لهنا، ومن بعد نقصها. فوالا هاو شنحينا البنات، يعني بالطريقة هذه المائلة. نورمالمون راهي واضحة الصورة، يعني دخلت بواحد ونص سنتيمتر، 1.5 سنتيمتر في الزاوية هذه، عفوا 1.5 سنتيمتر، عينت نقطة ودخلتها هكا بالمقص، نحيت هذه اللي نحصلوا على الشكل المائل هنا، كانت قد قد البنات درك ولات مائلة. المهم حبوباتي هنايا راح نعين لي بانس تاعي، قلت لكم بما انها مولاتها ضعيفة يعني ما راهيش سمينة بزاف، راح نحسب هنايا 10 سنتيمتر، نعين نقطة يعني في مع الخط هذا تاع الايبت هذا، في الخط الايبت نحسب من هنا 11 سنتيمتر ونعين نقطة، نهبط من هذه النقطة 30 سنتيمتر ولا 28، بما انها هي يعني ضعيفة، بما انها ضعيفة راح نديرها لها 28 سنتيمتر، وكان سمينة نديرها لها نحسب نهبط لها لابانس تاعها 30 سنتيمتر، نربط ما بين النقطتين، هذه هي لابانس تاعي البنات، ونعين يعني الجهة الأخرى، هذا جزء تاع الخلف، ونطبقها على الجزء هذا الثاني هكا بالطريقة هذه الوجه للوجه، ونعاود ندير أختها بعد، يعني ندير بانس خلاف قدها تجي مقابلة ليها، لانه الظهر تاعي راح يكون فيه قصه في الخلف تاع القندوره، راح يكون فيه قصه في النص، قصه يعني بطول، جي بانسه على قوش بانسه على دروات. المهم حبوباتي هنايا واش راح ندير، هذه لي بانس من قدام نخليهم لكم مع جزء تاع الخياطه باش تفهموا اكثر. هنايا حبيباتي راح نفصل معاكم لي مانش تاع القندوره، يعني القطعه تاع القماش اللي بقات لي هذيك اللي كنت قصيتها قبل نحيتها من الطول، راح نثنيها بهذه الطريقة على 4، باش نخدم دو مونش لازم نثنيها على 4 بهذه الطريقة. نجيب لامتر، يعني العرض تاعها حوالي 20 سنتيمتر، واش ندير حبوباتي هنا واش راح ندير، نحسب البنات 13 سنتيم، يعني نورمالمون نحسب 13 سنتيم لهنايا، عفوا فوالا 13 سنتيمتر، نعين نقطة، من النقطة هذه نهبط ب20 سنتيمتر، نعين نقطة، نربط بين النقطتين، نتمنى تكون يكون الرسم واضح للبنات، نربط بين النقطتين، نجيب المسطرة ولا نجيب لامتر تاعي من النقطة هذه تاع الفال البنات لهذه الزاوية، نرسم خط مائل، نعين المنتصف تاع الخط تاعي المائل، الخط تاعي الطول تاعو 25 سنتيمتر، يعني المنتصف تاعو راح يكون 12.5، 12.5 هذه البنات واش راح نديرو، من النقطة هذه راح ندخل بواحد سنتيمتر، ومن النقطة هذه راح نخرجو بواحد سنتيمتر، فوالا المنتصف تاع الخط تاعنا المائل دخلنا من الأسفل، يعني هنا دخلنا بواحد سنتيمتر وخرجنا بواحد سنتيمتر للزاوية هذه. واش ندير البنات، نروح للمانش تاعي هنا للخط تاع المانش، نكيل لهنايا 12 سنتيمتر، أنا راح ندير 14 سنتيمتر باش يجيها المانش شويه عريض، ماهيش حبتو مزير، قلنا 14 سنتيمتر، نربط بين النقطه تاع 14 سنتيمتر وتاع 20 سنتيمتر، يعني بالطريقه هذه، هنا درك نقص حتى تتوضح لكم اكثر حبوباتي، ركزوا برك معايا، نوعدكم بربي ان شاء الله راح نعاود لكم الدرس هذا تاع لامونش، والدروس كاملة اللي راني ندير لكم فيها راح نعاودهم لكم على الورق باه نرسم لكم بستيلو وتتوضح لكم هكا الفكرة أكثر.
فوالا هذا هو الشكل تاعنا تاع المونش. نتمنى يكون واضح. راح نقلبوا على الجهه هذه به على الوجه هذا باه يبان. هاو الشكل تاع المونش تاعنا. راهي حبته البنات مولات وحبته عريض كما قلت لكم. هذا هو المونش اللي تحصلنا عليه. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني حبوباتي. هذا مونش يعني مونش سامبل خلاه البنات. انا راح نشوف هنا قداه الطول تاعو لاني قبل ما حوستش على الطول ثم خدمت القطعه اللي بقات لي وما على باليش قداه الطول تاعها. المهم الطول تاعها 50 سنتيمتر. هي رايحه بدو طويل البنات. انا لازمني نزيد له ان بوند على خاطر القماش ما كفانيش باه نديره لها. يعني لازم نزيد لها على الاقل 10 سنتيمتر يجي حوالي 60 سنتيمتر. هي حبته بالمونش طويل وهذه القطعه ما كفاتنيش باسكو لازم نديرو على لوسونس اللي يتكسل البنات. راكم تعرفوا القطيفه كيفاه لازم تجي تتكسل للعرض ما تتكسلش للطول. على هذه على هذه راح نزيد لها لابوند سينو يعني يكفيها نورمال في الطول. مي كي حبيت نديرها على لوسونس هذه لازمني لازمني نزيد لها ان بوند تاع 10 سنتيمتر هنا في المنطقه هذه باه نزيد له في الطول. نحي هذه زياده برك لانها مش متساويه بالطريقه هذه. نحسب 10 سنتيمتر نحسب 10 سنتيمتر نحسب في الطول 14 سنتيمتر هكا على 2 14 سنتيمتر. قلنا والطول تاعها 10 سنتيمتر يعني هكذا. انا راح نخلي شويه 1 سنتيمتر للخياطه فوالا فوالا البنات هذا هو الجزء اللي راح نزيده لها. دروك نحطه لكم هكا على ماش باه تفهموا الفكره. فوالا راح نزيده لها هنايا في الطول تاع لاماج لانه لاماج جا قصير شويه القطيفه تاعها ما كفاتش. لهذا اضطريت اني نزيد لها اون بوند لهنا باه نزيد لها في الطول تاع لاماج تاعها. نتمنى حبوباتي تكونوا فهمتوا الدرس تاع اليوم. نرجع لكم ان شاء الله مع الجزء تاع الخياطه باه تفهموا كيفاش راح نركبوا القندوره وكيفاه راح يخرج الموديل.